النهارده هنتكلم على مقاله نشرت في المرسال عن معلومات عن فيروس البكتيريوفاج، وبتقول انه بيعد البكتيريوفاج فيروسات اكله للبكتيريا، لانها فيروسات بتصيب البكتيريا وتدمرها، وتسمى هذه الكائنات المجهريه احيانا فاجس العافيه، وبالاضافه لاصابتها البكتيريا بتصيب البكتيريوفاج ايضا بكتيريا بدائيات النوع المجهريه لمايكروسكوبيك بروكاريوتس المعروفه باسم الريشيا، وهذه العدوى خاصه بانواع معينه من البكتيريا. العدوى التي تصيب الايكولاي على سبيل المثال لن تصيب بكتيريا الجمره الخبيثه، وبما ان البكتيريوفاج لا تصيب الخلايا البشريه فقد تم استخدامها في العلاجات الطبيه لعلاج الامراض البكتيريه. الحقيقه انه هنا بنؤكد على انه البكتيريوفاج متخصص، يعني اللي بيصيب نوع من البكتيريا ما يصيبش نوع من البكتيريا الثانيه، وكان في كلام قبل كده على انه احيانا بيتعمل كوكتيل من كذا نوع عشان خاطر اما ندي نقدر نصيب نوع البكتيريا اللي قد تكون مجهوله. انواع البكتيريوفاج الحين له ثلاث انواع هيكليه رئيسيه هي بنتكلم عنها. بنقول نظرا لان البكتيريوفاج فيروس فهو يتكون من حامض نووي دي ان اي او ار ان اي داخل غلاف بروتين، وقد يكون له جرثومه ايضا زيل بروتين متصل بالكابسايد مع الياف ممتده من الزيل، وتساعد الالياف الخلفيه الزيل على الالتصاق بمضيفه، وتساعد الزيل في حقن الجينات الفيروسيه في المضيف. وقد توجد البكتيريوفاج على النحو التالي: اول حاجه الجينات الفيروسيه في راس قفيصه مع عدم وجود زيل، نمره 2 الجينات الفيروسيه في راس قفيصه وزيل، نمره 3 الكبسايد الخيطي او على شكل قضيب مع الحامض النووي الدائري. وتمتلك بكتيريا الحامض النووي الريدي RNA والفيروسات النباتية والفيروسات الحيوانية آلية ذاتية للطي تمكن الجينوم الفيروسي من أن يندرج في القفيصة والقشرة البروتينية للفيروس، ويبدو أن جينوم الحامض النووي الريب الفيروسي فقط لديه هذه الآلية القابلة للطي الذاتي، وتتناسب فيروسات الحامض النووي مع الجينوم الخاص بها في الكابسايد بمساعدة إنزيمات خاصة تعرف باسم إنزيمات الباكينج. لو جينا نتكلم على دورة حياة البكتيريوفاج في الحياة، البكتيريوفاج قادرة على التكاثر عن طريق دورات الحياة الخلوية، وتعرف الدورة اللايسوجينية أيضا بالدورة المعتدلة، لأن المضيف لا يقتل. بيقوم الفيروس بحقن جيناته في البكتيريا، ويتم إدخال الجينات الفيروسية في الكروموزوم البكتيري، وفي دورة تكاثر البكتيريوفاج يتكاثر الفيروس داخل المضيف ويتم قتل المضيف عندما تفتح الفيروسات المنسوخة حديثا الخلية المضيفة أو تطلقها. طيب كيف بقى تنتقل أو كيف تنقل الجراثيم الجينات بين البكتيريوفاج؟ بتساعد البكتيريا على نقل الجينات بين البكتيريوفاج عن طريق إعادة التركيب الوراثي، ويعرف هذا النوع من نقل الجينات بالتحول، ويمكن تحقيق التحول من خلال دورة الليتك أو الليسوجينيك في الدورة التحلية. على سبيل المثال بتضخ البكتيريوفاج الحامض النووي الخاص بها، وتقوم الإنزيمات بفصل الحامض النووي البكتيري إلى أجزاء، وتوجه جينات البكتيريا لإنتاج المزيد من الجينات الفيروسية والمكونات الفيروسية الكبسولات والزيل إلى آخره. وعندما تبدأ الفيروسات الجديدة بالتجمع قد يصبح الدي ان اي الجرثومي محاطا عن غير قصد داخل قفيصة فيروسية، وفي هذه الحالة بتمتلك البكتيريا الحامض النووي البكتيري بدلا من الحامض النووي الفيروسي، وعندما تصيب هذه العدسة بكتيريا أخرى فإنها تحقن دي ان اي من البكتيريا السابقة في الخلية المضيفة، ويمكن بعد ذلك إدخال الحامض النووي الجرثومي المانح في جينوم البكتيريا المصابة حديثا عن طريق إعادة التركيب. نتيجة لذلك بيتم نقل الجينات من بكتيريا واحدة إلى أخرى. وفي الحقيقة أنه بتستخدم البكتيريوفاج لاستهداف البكتيريا السيئة، حيث قام العلماء بعزل البكتيريوفاج التي تدمر الكولوستريديوم ديفيسيل التي تؤثر عادة على الجهاز الهضمي مما يسبب الإسهال والتهاب القولون، ويوفر علاج هذا النوع من العدوى بالبكتيريا طريقة للحفاظ على بكتيريا الأمعاء الجيدة مع تدمير الجراثيم فقط. فبسبب الإفراط في استخدام المضادات الحيوية أن أصبحت سلالات البكتيريا المقاومة أكثر شيوعا، لذا فإن هذا النوع من العلاج مجدي أكثر.
كما تستخدم البكتيريوفاج لتدمير البكتيريا السيئة الأخرى بما في ذلك الإيكولاي المقاومة للعقاقير ومرسى. في هنا بنتكلم على حاجة اسمها دور البكتيريوفاج في دورة الكربون. البكتيريوفاج هي أكثر الفيروسات وفرة في المحيط، فمنهم المعروفة باسم بيلاجي فاجس التي تصيب وتدمر البكتيريا سار 11، حيث تكون تحول هذه البكتيريا جزيئات الكربون الذائبة إلى ثاني أكسيد الكربون وتؤثر على كمية الكربون الموجودة في الغلاف الجوي، وتلعب البيلاجي فاجس دورا مهما في دورة الكربون من خلال تدمير السار 11 التي تتكاثر بمعدل مرتفع، وتقوم البيلاجي فاجس بإبقاء أعداد هذه البكتيريا تحت السيطرة. مع السلامة.